طلب شكل المزارعين ومدى استعدادهم للمشاركة في الحملة الزراعية الحالية. ولتجانت السيد طيب المحمد محمود يؤدي زيارة ميدانية لبعض السدود في بلديتي النملان والرشيد ضواحي تججة. سد مطبول العتيق مثل المحطة الأولى من زيارة سيد الوالي والوفد المرافق، حيث وقف على وضعية هذا السد واطلع على النواقص التي يعانيها. الزيارة شملت أيضا سد الحرج الكبير، هنا أيضا عاين مستوى جاهزية المزارعين للانخراط في الحملة الزراعية. الوالي أكد أن الزيارة تأتي دعما وتشجيعا للمزارعين المحليين خلال الحملة الحالية. احنا اليوم هون في سد مطبول بلدية الواحات. هذا السد طبعا اللي تأسس خمسينيات القرن الماضي، واللي هذه الأمطار الأخيرة الحمد لله وصلتوا بكميات كبيرة، واللي طبعا هاي زيارة في إطار التحسيس بأهمية إقبال جميع المزارعين في الولاية على الزراعة، واللي الحمد لله شفنا بوادرها بعد من خلال هذه حملات التحسيس اللي قمنا بها، اللي نختاروا ما اللي نشوفه كنا الجهود نطلع عليها اللي بذلت الدولة في هذا الإطار من ناحية البذور، من ناحية السياج أيضا اللي استفاد من هذا السد وغيره من السدود، ونشوفوا ذاك المجهود اللي قائمين به المزارعين واللي من خلال الإقبال ونزيدوهم في إطار التحسيس وبأهمية الزراعة باللي فخامة رئيس الجمهورية والحكومة خاصة وزارة الزراعة أيضا كلفونا طبعا بهذا الاتصال المباشر مع المزارعين وحثهم على الزراعة، ونشوفوا المشاكل اللي عندهم من أجل ذاك اللي قد يسوى في الوقت الراهن وذاك اللي قد يتحرى، على كل حال من أجلنا نعدلوها لهم. طبعا المزارع هون فاهم على الزراعة على أنها هي مقرونة بذل اللي قالوا الأمن الغذائي وضرورتها وضرورة التوجه لها وضرورة واضح لهم على أن مدة ما هي مكتفية ذاتيا أعلن هدقد لا قدر الله تتعرض للمجاعات. على كل حال كان لقاء مفتوح مع المزارعين ومع الفاعلين في المنطقة كاملة، وعلى كل حال ظاهر لعند استجابة اللي كانت لا بأس بها، وإن شاء الله وراجي إن شاء الله تعود هذه الحملة دي السنة تعود على أنها تختلف عن الحملات الماضية. المندوب الجهوي لوزارة الزراعة أوضح أن القطاع يبذل جهودا مضنية في سبيل مواكبة المزارعين في مناطق الإنتاج بالدعم والتأطير. أختار نقول أن هذه الزيارة اليوم لسد مطبول جزء من النشاطات التحسيسية في مناطق الإنتاج في إطار الحملة الزراعية، فتناقمنا بها بعض البلدات واليوم جايين السد المطبول اللي يعتبر من أهم السدود على مستوى الولاية وبلدية الواحات بشكل خاص. تم اتصال مباشر بأغلبية المزارعين على مستوى البلدية، وخاصة الناس اللي تستقل هذا السد اللي يعتبر قطب إنتاجي، ووصلنا لهم رسالة المتضمنة أهمية الإقبال على الزراعة. بدوره العمدة المساعد لبلدية الرشيد أشاد بهذه الزيارة. أنا بالحقيقة مرتاح لهذه الزيارة، وأملي كبير خاصة نظرا للي شفت على أنها إن شاء الله الدور تعطي النتائج اللي مرضية والنتائج المطلوبة، باللي هاي المزارعين اللي تنقلوا من أماكن بعيد وأعطاوا أهمية للزيارة وجاوها ياسر منهم جاية مقوطر على كرعيه من 15 كيلو واللي من 12 كيلو واللي من 9 كيلوات، هذا يدل على شيء، يدل على اهتمامهم بذا. والخطاب اللي وجه لهم من الجهات معنية بدءا بالوالي هون المندوب الجهوي للزراعة أعطاهم أمل كبير، وعادوا مرتاحين وطرحوا مشاكلهم بشكل مفصل، ما خلاوا منها شيء يسوى هو شنو، حتى نحن قاع كبلدية ما خلاوا لنا المجال لأننا نطرحوا أي مشكلة طرحوها هي مباشرة. وقد اختتم السيد الوالي جولته الميدانية بزيارة لسد النملان القديم وسد إيكافان واحد، وفي هذه المحطات اطلع الوالي عن كثب على وضعية هذه السدود. الحسن دباب، قناة الموريتانية، ولاية تقانت.